ربنا يشفيها وربنا يقومها بألف سلامة وربنا يبعد عنها كل شر. وتحياتي واحترامي وتقديري وخالص دعواتي لدنيا وإمي، ربنا يديهم الصبر وربنا يديهم الثبات وربنا يسندهم، هم متحملين كتير وإن شاء الله كل حاجة هتبقى خير إن شاء الله. ربنا ما يحملش حد فوق طاقته أبدا. دي السوشيال ميديا خالص، فمش متابع أي حاجة، أنا ضد السوشيال ميديا. أنا عن نفسي يعني كل واحد حر. بتابع نجاحي من الأخبار، من البرامج، من كلام الناس، من يعني من أي أخبار في الدنيا غير السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا أنا بقالي تقريبا في حدود ال 12 سنة ما أعرفش عنها حاجة وما عنديش أي أكاونت. وبالمناسبة فرصة أن أنا أقول أن أي أكاونت اسمه ماجد الكدواني ده فيك، أنا ما عنديش لا إنستغرام ولا فيسبوك ولا تويتر ولا حاجة خالص.